السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمس الآدم عبدي وحن دقنا هاي بولا قديمة ماشي أنا كل نور هاي الحمد لله رب العالمين مسلمين تولى عليه وحن قد سلينا إني كبير الإيه غاجير المير إرى أقرس كجير نواقبا وحن الله يوحي الإيه لكرا إن شاء الله تعالى إني أسهد وسعري وانجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إلهي بام حدث كلا سبحانه وتعالى قلبت الناس ودقاجي هذا وحان جوغنا ميشا اللي يري هذا بولا بوندا حافظة ما بولا بوندا بولا قديمنا والا يري هذا قرغن آن جوغنا حاسك اللي قبدان سينبنا والا يري هذا زمزم آدم والا يري هذا زمزم آدم أما زينب وقبر بولا بوندا أقوم بدن بانولي هاي مش يكون نوشها أنا وادركتان عرور بدن بيلاد هاي الدنيا دونا واسك امتحان النبي صلى الله عليه وسلم وحيري وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ما وحالذين كجرجارة أما الذين كإرزاقة إلا دتكين الضعفاء دتكين مساكين تاه مركاتو جرجارتان وإلهي إذن جرجارة يا حكى له وير النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء روك اسكان حريستا إلهي بعرك إذن كان حريسنا ياي وحان مركا قدسانينا أنا يا إمام بان هاي حافظان يقرغان قوسسك أنكور قبنو مسايدك أولس قريسان مارد محوها أنكور هاينو أيو كميدي هاي وادا ركتان ميشا قريغا مارد محوها قريغا نوكي بيها يسو قري حكا جرو مالها قري كدن بيو مالها guriga inta go'an biihi weeyaan gabadhan ayadoo biha la wareegeen yaanu imaanay oo meeshan laga qaaday een xogaha musaacadada uu keenay bay ku hagaajisatay waxaan ogtanaynaa marka dadka muslimiinta dadka madaxda dadka siyaasiyinta inay maartu muuha gabadhaas wax loo qabto guriga loo dhiso ilma badan baa waqistan ila lix cunug bay dhashay waana aragtaan ishay leedahay hadda way xanuunsanaysaa isbitaal bay ka imaatay sidan waxaan akhrinayay تاريخ أولي هاي رئيس كا أما مدحوينها أردوغان طيب أردوغان مركو رئيس الوزارة ها سانو كلا انتو صابحو يودد كا ضعفة دا مساكين تو كلا انتو سنو كلا قروق وغسو قلو هايو لفري سنة يا أولا شاكي سنة يا أصغو رئيس الوزارة داد كي مركو حيسوجي دات إشو دي سيدي بو مركا مدحوين كون نقضي أو كالسوني بدن وقوها لي مركا وحان ليه لها داد كا مدح داه sida walaalahay inna maarad muxuu ahaa township ninka laga soo doortay adamar ducaali gafanaga haduu yahay maxaan ku jiraa madaxda kale waxaan codsanaynaa insha Allah ta'ala tafadal gabadhaas in wixii loo qaban karo guri loo dhiso ha noqdo maarad muxuu ayada caafimaadkeeda ha noqoto hadda galabta sidan mar horaan imaanay meeshan xaafadan ayadoo joogayna isbitaalka maqan baan maarad muxuu ahaa imaanay marka way xanuunsanaysaa marka in loo kaalmiyo ayaan maarad muxuu ahaa ugu baaqayaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah ee madaxda ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.